السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نذكرك بواحد القضيه كنقول سيدي سمعت من واحد الناس قال لك النساء اللي ما حاملات يعودوا يخسروا بين الحريره والتمر كتعود عندهم واحد عند الوضع واحد الاسهال مزيان. اييه اييه بيد الله هذه ذكرى سمعتها صحيحه هذه. اي نعم نعم اخويا الناس اللي النساء اللي حاملات نعم ديما يفطروا بين الحريره والتمر عند الوضع كيسهل عليهم الله تبارك وتعالى بهذاك يا ربي يا ربي الله يسهل على الجميع يا رب جميع الناس اللي يسمعونا يعملوا هذا الشيء والله يحفظ الجميع يا ربي يا كريم. شكرا لك شكرا لك مولاي سيدي عمر بارك الله فيك وحفظك الله ورعاك. والمعلومه اللي عطيتها سيدي عمر فعلا التمر خصوصا من غير الحريره التمر هذاك متفق عليه لانه فيه ماده الجليكوز في السكريات الطبيعيه وفيه اسرار اخرى غريبه جدا. المراه الحامل او المراه عند الوضع المراه اللي كتوحم او المراه اللي كتوجع وكتاكل التمر الله سبحانه وتعالى كيسهل عليها خروج المولود ببساطه. ربما قد يكون عند القرون ضيقين الحكاك ضيقين غدير الغراز ولا غدير العمليه القيصريه ربي كينجيها غير باكل التمر وكيكون النفاس ديالها ميسر وسهل. وحتى المولود الا كانت الام كتاكل التمر دائما هو في بطنها كيكون حلو بحال السكر كيقول لك الله يجعلك بحال التمره في اللسان كيكون جميل في شكله طيب في اخلاقه. وهذا في القران الكريم في سورة مريم لما ربنا عز وجل سوف يتحدث عن السيدة العذراء لما حبلت بعيسى بن مريم روح الله قال لي الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فكان السيدة مريم تحرك النخلة ويتساقط عليها البلح والتمر فتأكل منه فكان لها غذاء وكان لسيدنا المسيح نور وضياء. ثم صار الكلام الذي يخرج من فم مريم وفم المسيح كله خير. لما تكلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة إلى أن قال وبرا بوالدتي. فأعطاه الله القدرة على الكلام بنور الله تعالى طبعا. والسر هو في أكل التمر بالنسبة للمرأة الحامل وعند الوضع. طبعا القرآن تكلم على النخلة وهزي إليك بجذع النخلة. النخلة هي عربية توجد في أرض عربية في فلسطين لكن ما نراه نحن في رأس السنة الميلادية هناك لوسابا هذاك نخيل غربي في الغرب كيكون فيه شيكولا أو شيء من هذا القبيل. لكن القرآن الكريم تحدث عن النخلة العربية التي كانت في بيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم عليه السلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.